لم تتسلم النيابه العامه التمييزيه اللبنانيه مذكرات التوقيف السوريه بحق الحرير وصقر ولا يزال حتى الان البريد الالكتروني لمكتب الانتربول في قوى الامن المصدر اللبناني الوحيد المتلقي لهذه المذكرات. مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي اكد في اتصال مع الام تي في انه قرا عن المذكرات في الصحف وهو لا يمكن ان يعلق عليها قبل ان تصله بشكل رسمي فيعمد بعدها الى قراءتها والتدقيق بها لتاخذ مجراها القانوني باتجاه التنفيذ او عدمه. نحن يضيف ماضي نلتزم المعاهدات الدوليه لكننا لسنا بسطجيه ودورنا يحتم علينا التدقيق بكل المذكرات التي تصلنا من اي دوله اخرى، هذا ان وصلت اليه. هي اذا بالنسبه للقضاء اللبناني وكانها لم تصل بعد وفي نظر الانتربول الدولي حاله اعلاميه لا مفاعيل قانونيه لها. هذه المذكرات لم تعد بفعل القرار الذي اتخذه مكتب الانتربول بصددها من اهمالها ورفض ادراجها في بياناته لم تعد نافذه المفعول في اي مكان باستثناء البلد الذي صدرت عنه، هذا فيما لو اعتبرنا ان السلطات القضائيه والرسميه في هذه البلدان الموجهه اليها كانت ستاخذ بمضمون هذه المذكرات نظرا الى خلو الملف من أي مادة قانونية تؤدي إلى ذلك مذكرات النظام السوري صدرت بحسب فياض بصورة مخالفة للأصول الجزائية المطبقة في سوريا نفسها ولأصول الاتفاقية القضائية اللبنانية السورية الموقعة في العام 1951 والأهم من كل ذلك هي بحسب رأيه تفتقد عنصر الشرعية نظام السوري وتالياً النظام القضائي الذي هو جزء منه لم يعد معترفا به من قبل جامعه الدول العربيه. ولكن لبنان لا يزال يعترف بهذا النظام. الجواب على ذلك انه كما ورد في مقدمه الدستور الفقره باء من المقدمه التي تقول بان لبنان عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها اذا اذا سالنا هذه المذكرات من سينفذها فكان امامنا امامنا السؤال الكبير بان هذا النظام نزعت عنه الشرعية الدولية لدى العديد العديد من البلدان. مذكرات النظام السوري بحق الحرير وصقر علامه من علامات الياس السياسي السوري يقول الخبير القانوني وهي بحسب رايه خاليه من اي قيمه قانونيه ومحاوله لخلق معادله مقابل ملف سماح المملوك ولكن بادعاء فارغ من المضمون